الهيمالايا ليس أفضل من الملح العادي، وهناك العديد من الاعتقادات الخاطئة، ومنها أن ملح الهيمالايا لا يرفع الضغط. الصوديوم في ملح الهيمالايا 2300 ميليغرام، أما في الملح العادي 1700 ميليغرام، كل هذا بسبب اختلاف حجم بلورات الملح في ملعقة صغيرة. الاعتقاد الآخر أن ملح الهيمالايا يحتوي على معادن أعلى، ولكن نسبة المعادن التي يحتويها لا تغطي احتياجنا اليومي، ولا يجب أن نقتصر مصدر المعادن على الملح فقط كونه توجد مصادر أخرى للمعادن. والاعتقاد الثالث أنه غير مكرر، صحيح، لكن الملح يكرر ليصبح قابل للأكل ولا ضرر في ذلك، حيث يتم إضافة عامل لمنع التكتل ويضاف عليه اليود.